مشاهدينا للمزيد حول استمرار تداعيات الزلزال في كل من تركيا وسوريا وتباطؤ الأمم المتحدة والغرب في إغاثة المتضررين لا سيما في سوريا بالتحديد، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي التركي الأستاذ فراس رضوان أغلو. مرحبا بكم معنا. حياكم الله. مرحبا. وعبر سكايب أيضا من اسطنبول المختص في الشأن السوري الأستاذ ياسر النجار. مرحبا بكم معنا أستاذ ياسر. حياكم الله. أهلا وسهلا أستاذ فراس. نبدأ معكم. مدير العلاقات الخارجية بهيئة الإغاثة الإنسانية التركية يقول أن عمليات الإنقاذ لن تتوقف وما زال هناك أمل بإنقاذ المزيد من الأرواح. قبل أن يعود ليؤكد أن حجم الكارثة من الزلزال حجمها كبير جدا يفوق قدرة أي جهة، بداية هل هناك عراقيل فنية أو لوجستية لا تزال واقفة أو قائمة أمام عمليات الإنقاذ؟ يعني أنا لا أظن ذلك بالنسبة يعني العراقيل اللوجستية، لأن هذا تجاوزنا نوعا ما، لأن وصلت كل فرق الإنقاذ مع بعض الآليات الحديثة والمجسات الحديثة وأيضا المساعدات الطبية بكل أنواعها. لكن حجم الكارثة كبير، يعني نحن نحتاج ربما إلى أضعاف حتى من هذه الأعداد. يعني فقط الفرق الإنقاذ جاءت من خارج تركيا أكثر من قرابة 9000 شخص، وأكثر من 70000 شخص يعملون في مسألة الإنقاذ وما بعدها. لكن الحجم الكبير هو الذي أظن هو الذي يتعب، والمساحة الكبيرة هذه كلها تحتاج إلى عمل مضي ومستمر بشكل أو بآخر. طيب، هنا أستاذ ياسر لو تحدثنا عن الأزمة السورية وكيف تفاقمت من جراء الزلزال اليوم، وقفة احتجاجية تنديدا بتقاعس الأمم المتحدة وسوء تعاملها مع كارثة الزلزال في الشمال السوري، بماذا تفسر تقاعس الأمم أو المنظمات الغربية والغرب بصورة عامة عن إنقاذ المنكوبين من الزلزال في سوريا؟ أعتقد بداية الأمر هو الإرادة، توفر الإرادة بالنسبة للأمم المتحدة. نستطيع أن نقول أنها تستطيع أن تتجاوز كل هذه العراقيل والبيروقراطيات، ولكن هناك يعني في الأمم المتحدة حالة تجاذب سياسي ما بين معسكر يدعم نظام بشار الأسد، أتكلم عن الجانب الروسي على وجه التحديد، وهو معسكر معطل يحاول دائما يعني أن يضع العصي في العجلات ويظن أن عملية استثمار مصائب السوريين وآلامهم وأحزانهم اليوم في الزلزال يمكن أن يستفيد منها من أجل كما يدعي زيادة من عملية تسويق إعادة بشار الأسد كنظام سياسي. هذا من جانب. الجانب آخر، أنا أرى حقيقة أن الأمم المتحدة كانت في المرحلة الأولى من الزلزال، وهي المرحلة التي تهتم في عملية إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأحياء السوريين المتواجدين تحت الأنقاض، لم تقدم أي سبيل للمساعدة، لا هي ولا أي طاقم من المساعدات سواء من الدول الغربية أو غيرها من الدول العربية. كل هؤلاء كانوا في المرحلة الأولى وجودهم معدوم بالنسبة لعملية البحث عن ناجين وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح. والمؤلم أيضا والمفرح بآن واحد أننا نسمع اليوم أخبار من تركيا أنهم يعني يصلون الآن حتى اللحظة إلى أرواح ناجين، يعني لا يزالون على قيد الحياة، وهذا أمر مفرح بالكثير. ولكن بنفس اللحظة نعلم أنه منذ البارحة أعلن الخوز البيضاء أو الدفاع المدني أنه أوقف عمليا البحث عن الناجين بشكل عملي، والسبب أنه لا يوجد لديه لا آليات ولا تجهيزات من أجل إنقاذ من يمكن إنقاذه. هنا هي المشكلة. نعود إلى أستاذ فراس. وبالجانب التركي أيضا تمكنت وزارة النقل اليوم من إعادة مطار هاتاي للعمل بعد أن خرج من الخدمة مع الدقيقة الأولى من الزلزال. ما الذي يمكن أن يقدمه هذا المطار من خدمات من الإجلاء وغيرها من خدمات الإنقاذ للناجين أو المنكوبين؟ طبعا مهم جدا إعادة المطار حتى تكون الوصول للمساعدة بشكل أسرع. نقطة ثانية، ليس لا يكفي فقط المطار، لابد من تصحيح أيضا الطرقات الكثيرة المؤدية من المطار باتجاه المدينة، وأيضا الطرق في داخل المدينة التي يعني سبب الزلزال فيها انهيارات لأبنية كثيرة جدا فيها. هذا أيضا يحتاج إلى توسيع، يعني ليس فقط المطار وشبكة الطرقات. يعني المطار لوحده أظن لا يكفي، لأن إذا أردت نزال المساعدات من الطائرة كيف ستصل
إلى تلك الطرقات. شبكة الطرقات أيضا تعاد إصلاحها، حتى يعني البنى التحتية أيضا يعاد إصلاحها، أفضل من أن تنزل المساعدات كانت تأتي إلى أضنة وبعد ذلك تنطلق من أضنة باتجاه الشرق باتجاه تلك المناطق. نعم. هذا أظن كان يعني يستغرق وقت، وخصوصا أن هذا الأمر هو سباق مع الزمن حقيقة في هذه الكارثة. حتى الآن يعني ما زالت تأتي أخبار بأن فلان بعد 140 ساعة، 150، 170 ساعة يتم استخراجهم أحياء، وإن شاء الله يستخرج أيضا أحياء آخرون. إذن الدقيقة اليوم مهمة جدا في إنقاذ الأرواح وإيصال المساعدات أستاذ فراس. طبعا هذا مهم جدا، يعني هذا من ناحية. أيضا من ناحية ثانية، ليس فقط يعني تم إنقاذ الأرواح، إذا لم يكن إنقاذ الأرواح أيضا استخراج الموتى. ثالثا المتوفون يعني في هذا الزلزال. النقطة الثالثة وهي مهمة جدا، يعني هذا الفريق الذي يعمل دون توقف أيضا، يعني سيصل إلى وقت، إلى أوقات لأرتاح. سنصل إلى نقطة هي ما بعد الزلزال، إعادة الأعمار، تنظيف المكان، تطهير المكان من الأوبئة. نعم. قد تحصل. وأنقاذ وإلى آخره. كل هذا كلما انتهى بشكل أسرع كلما كانت النتائج إيجابية أكثر، والهروب يعني أو عفوا التحصن أكثر من نتائج صحية أيضا مخيفة. هذا ما يخيف أيضا الصحيون في هذه في مجال الصحة. كلما كانت الأمور أسرع أظن كلما كانت النتائج أكثر تحكما وأكثر إيجابية بكل مجالات الحياة. طيب أستاذ ياسر، هنا أيضا يعني نفس السؤال، إذا كانت الدقيقة مهمة والساعة مهمة بإنقاذ الأرواح، أنت تقول أن الخوض البيضاء تقول لن يفتشوا أو يبحثوا عن ناجين، بالتالي ما بعد هذه الفترة كيف سيكون الوضع إذا انتشرت الأوبئة من جراء وجود الجثث من دون أن يتم استخراجها على المناطق التي تعاني أصلا من وضع صحي متردي وانتشار الكوليرا؟ صحيح هذا الكلام. ما قصدته أن الخوز البيضاء لا يوجد لديها تجهيزات، الآليات والتجهيزات نعم لا تستطيع البحث فيه عن يعني أرواح ناس دخلوا في مرحلة الغيبوبة أو يعني مجسات حرارية أو ما شابه، كون أن التواصل مع الناس من خلال الأصوات أصبح شبه معدوما. أما بالنسبة لعملية المتابعة، فأظن أننا دخلنا في سوريا إلى المرحلة الثانية، وهي إيواء من يمكن إيواءه. يعني نحن نتكلم عن مهجرين نازحين من يعني للمرة الثانية الآن، وأقصد الزلزال، خرجوا من بيوتهم هائمين على وجوههم. نعم. لا يوجد، وفي ظروف برد شديدة لا يوجد أماكن تأويهم ولا يوجد مدن أخرى تستضيفهم. نحن نتكلم عن مساحة ضيقة جدا ابتليت بهذا يعني هذا الزلزال، وهي من أصل بيوتها مضعضعة بنتائج قصف النظام. بالنتيجة الآن يعني قدمت الخوز البيضاء والدفاع المدني أنهم بحاجة إلى خيام من أجل إيواء هؤلاء الذين يجلسون تحت الأشجار في هذه الظروف الباردة. الأمر الثاني، هناك إصابات كبيرة لدينا ممن أخرجوا من يعني تحت الأنقاض. نعم. أو ممن تأثروا بالزلزال. نعم. هؤلاء كلهم بحاجة إلى أدوية وعناية طبية. حتى هذه اللحظة لا يوجد لا مستشفيات تأويهم ولا يوجد مستشفيات متنقلة في ظروف طارئة مثل هذه الظروف الحالية. إذا بالنتيجة أعتقد أن الحالة الإنسانية في المرحلة الثانية يجب أن يكون هناك تضافر جهود أكبر. نتكلم عن بضع سيارات تدخل، عشرات لنقل سيارات المساعدات، مع العلم أن معبر باب الهواء يستطيع أن يدخل في اليوم الواحد أكثر من 300 إلى 400 سيارة. ما الذي يعطل دخول المساعدات إلى الشمال السوري اليوم؟ يعني أنا أعتقد حتى هذه اللحظة طبيعة المساعدات التي تدخلها الأمم المتحدة هي من المستودعات السابقة، جزء منها سلات غذائية وجزء منها أدوية، يعني أدوية بسيطة ولا تتناسب مع حالة الطوارئ والإسعافات الطارئة. لذلك أنا أعتقد أن الأمم المتحدة لا تزال تمر في حالة بيروقراطية في تأمين المواد اللازمة من أجل رد ومساعدة هؤلاء المبتلين في الزلزال في الداخل السوري. طيب إلى الجانب التركي أستاذ فراس، وزير العدل اليوم وجه باتخاذ تدابير قانونية ضد المقاولين الذين يعني سببوا أو يعني ارتكبوا مخالفات في البناء وأدت إلى انهيار الأبنية. كيف ترى مثل هذه القرارات ستخدم قضية الأبنية؟ طبعا هذا لابد من المسار به، خصوصا نحن نتكلم عن الأبنية الحديثة، لن نتكلم عن الأبنية القديمة. الأبنية القديمة معروفة أنها
يعني إذا بنيت ما قبل قانون عام 2000 نعم. التي ليست هي مضادة للزلازل، لكن أبني عندما نتكلم أبني 5 سنوات 4 سنوات وما شابه ذلك، وحتى التقارير تكلمت عن التجمع السكاني الذي وقع كله، هذا يعني غريب جدا، لذلك لابد من إيقاف كل هؤلاء، أيضا لابد من استكشاف شبكات الفساد التي تعمل بها، لأنهم لوحدهم ليسوا لوحدهم، هناك لابد من شبكات فساد مع البلديات التي يتعاملوا معها، مع بعض الموظفون سواء كانوا في وزارة أو كانوا في مكاتب استكشاف الزلازل، هذا كله لابد من التحقيق به. القضية كبيرة، أظن ستكبر أكثر وأكثر، نحن الآن سنتكلم عن 10 ولايات، إذا سيكون هناك تحقيق كبير جدا سيشمل كل هذه المدن بأريافها ومدنها. أيضا نقطة ثالثة، لا نعلم يعني كيفية الوصول إلى الموظفين أنفسهم إذا كانوا يعملون سواء في البلدية أو في وزارات الدولة، إذا كانوا أيضا في هذا الخط الفساد، يعني لابد من حركة حقيقة كبيرة جدا، تحتاج إلى قاعدة بيانات ضخمة للوصول إليهم. نعم، وأنا أظن موجودة يعني قاعدة بيانات في تركيا، يعني هي من الناحية الأمنية تركيا تعتبر دولة من الدول القوية في هذا السياق، لكن أريد أن أقول أن في المسار الموازي للقضاء والعدل لابد من أيضا المسار الثاني، وهو مسار العمل الإنشائي، البدء أيضا في بدء عمل المساكن من أجل إعادة تسكين الناس في بيوتهم، إعادة بيوتهم التي دمرت. نعم، نأتي على هذه النقطة، لكن دعني أسأل أستاذ ياسر، بالتوازي مع الأبنية التي فيها مخالفات في تركيا، هنا على الجانب الآخر في سوريا حسب صحيفة واشنطن بوست تقول أن المباني التي أضعفها قصف النظام والميليشيات وروسيا كذلك هدها اليوم الزلزال، إلى أي مدى ترى صحة هذا الرأي؟ وهل برأيك لا يزال المجتمع الدولي يثق في إمكانية التواصل مع النظام السوري؟ يعني لو طلعنا الآن على الأبنية المدمرة وأماكن التي يعني كانت أكثر تضرراً، لوجدنا أنها فعلاً هي المناطق التي كانت حتى الآن التي هي تحت سيطرة النظام، كانت تحت سيطرة المعارضة فيما سبق، وكانت مستهدفة من قبل الصواريخ البالستية والقنابل الفراغية وحجم البراميل الضخم الذي كان يرمي به بشار الأسد المواطن السوري. أتكلم على مناطق الشرق، مدينة حلب على وجه التحديد، السكري، منطقة الكلاسي، هذه هي المناطق التي تضررت بالزلزال. إذن وبصفتي كأستاذ في الهندسة الإنشائية أنا أقول أن كل هذه الأساسات تضعضع وأصبحت عملية الأساسات يعني غير متماسكة، وبالتالي سهل جدا ونتائج هذه الهزة الزلزال الطبيعي أن يكون هناك انجراف لهذه الأساسات وبالتالي تداعي لهذه الأبنية. أما بالنسبة لمناطق التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة والثوار، أنا أعتقد أن هذه المناطق جزء كبير من الأبنية التي تضررت هي مناطق أيضا بنيت في الفترة الأخيرة، وهي مناطق يعني يتم بناءها بشكل عشوائي وليس من خلال مخططات ودراسات للتربة وما شابه. أيضا أريد أن أذكر أن مدينة الأتارب على وجه التحديد، المدينة التي كانت آخر استهدافات النظام في الفترة عام 2020 بالقنابل والبراميل، تم دكها عن بكرة أبيها، والسبب أن كل هذه الأبنية لم يستطع ساكنوها أن يرمموها بعد كل هذا القصف، وبالتالي عندما أتى الزلزال وجدنا أن كل هذه المباني تتهاوى على رؤوس أصحابها. بالنتيجة أنا أرى أن مسؤولية الأمم المتحدة التي تم الإعلان عن هذه المناطق بأنها مناطق منكوبة، أن يكون تدخل لديها تدخل مباشر وفاعل حقيقي، سيما وأننا نعلم أن هناك قرارات أممية ظهرت من خلال مجلس الأمن تعطي الصلاحيات للأمم المتحدة أن يكون لها تدخل في مثل هذه الحالات الإنسانية والحالات الطارئة، ولكن كما ذكرت في البداية هناك تجاذبات وأجندات سياسية. يعني أستاذ ياسر، الموضوع تعدى مسألة معارضين للنظام، هذه كارثة إنسانية وليست يعني ناس رافضين لحكم الأسد. صحيح هذا الكلام، ولكن بالنتيجة أنا أرى أن روسيا يعني تتاجر بعذابات السوريين وأيضا النظام بشار الأسد، وهناك أصبحت دول تراعي مثل هذه الدول، يعني تراعي مثل هذا النظام. بالنتيجة أنا أريد أن أقول أن مسؤولية الأمم المتحدة كمنظومة يعني انبثقت على أنها معنية بحماية
حدود والبلدان والشعوب أصبحت الآن خارج الإطار التنفيذي، وأنا برأيي نحن فعلا على مفرق طريق من انهيار الأمم المتحدة ونشوء نظام عالمي جديد، كون أن هذه الأمم المتحدة لم تقدم أي شيء. بالشكل الفاعل الحقيقي لمسؤولياتها. طيب أستاذ فراس، في دقيقة، الرئيس أردوغان أصدر وعودا بإزالة آثار الزلزال للبدء في بناء مساكن للمتضررين، هل من خطة معلنة للحكومة للتعامل مع المتضررين لحين إتمام أو إكمال عملية رفع الأنقاض؟ حتى الآن ما قرأت وما سمعت عن يعني توضيحات أو تفاصيل هذه الخطة. هم قالوا أن خلال عام سيعاد بناء هذه الأماكن. طبعا هذا يحتاج إلى جهد كبير وعمل كثير، لا أعلم هل تستطيع خلال عام، لكن حتى لو لم يستطيع الإنشاء خلال عام، مجرد أنك بدأت بالأسس لهذه الأبنية بشكل أو بآخر، هذا يعطي أمل كبير بإعادة الأمل لهذه الناس حتى لو تأخرت قليلا، لكن سيرى بأم عينهم أن هذا الشيء قائم. وأظن أن هذا الشيء قادرة حكومة العدالة والتنمية حقيقة، كما فعلت سابقا في عدة مدن، أن تقوم به الآن، وخصوصا أن نحن الآن أمام كارثة كبيرة لا يمكن التوقف أو تراخي بها. طيب أستاذ ياسر، في دقيقة واحدة، بالمقابل الأزمة على السوريين، هذه الأزمة ستخلف أكثر من 5 ملايين لاجئ جدد يزيدون من معاناة الدول المضيفة، كيف سيكون مصيرهم في ظل التخبط الحكومي في البلاد وكذلك الأممي؟ يعني أنا أعتقد أن حل الأزمة في سوريا من أساسها أصبح الآن على طاولة البحث من جديد، كون أن هذه المنطقة أصبحت منطقة رخوة وضعيفة ولا تستطيع أن تتماشى مع الظروف ومستجدات الأحوال. أنا أعتقد أن الأمم المتحدة معنية الآن، والدول المتدخلة بالملف السوري بشكل مباشر معنية بإيجاد حل سياسي حقيقي يتوافق مع القوانين والقرارات الدولية، لا أن يتم يعني ترك الأمور على غاربها، وأن النظام يمكن أن يداوي نفسه أو يصحح مساره. نشكركم الشكر الجزيل، الكاتب والباحث السياسي التركي الأستاذ فراس رضوان أوغلو، وكذلك المختص في الشأن السوري الأستاذ ياسر النجار، شكرا جزيلا لكما.